احنا يعني كان نطالبوا كنقابه باش نكونوا حاضرين في هذه المفاوضات. يعني لحد الساعه رانا على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الوطني مازال حتى شي مسؤول ما بادر باش يعني حضرنا في الحوار حول المستقبل ديال الشركه ديال سمير. اللي كنعلمو كما كيعلمو الراي العام هو انه كان لقاء ديال راس المال ديال سمير مع السلطات العموميه والوزراء المعنيين، وبانه لم يسير على نتائج زعما اللي كانت منتظره. والنتائج هو انه يعني الحالات ديال هذه المديونيه المتعاظمه، واللي وصل على اساس انه العوده ديال النشاط العادي ديال الانتاج ديال الشركه ديال سمير. اذا الحدود اللحظه حيث انه ليس هناك بلاغ رسمي اللي كيكد بانه وصلنا للحل، يبقى انه الباب مفتوح على كل التساؤلات بالنسبه للمستقبل. اللي كنأكدوا بالنسبه للراي العام لحد الساعه الاجراء ديال شركه سمير كيدخلوا للخدمه وكيخرجوا، لانه ماشي الخدمه كلها واقفه بلا سمير، لانه قبل من هذه وهذاك فهاد الاطر وهاد التقنيين مسؤولين بالدرجه الاولى على الامن والسلامه ديال المنشات ديال سمير، اللي هي كنذكروا بانها كامله تحت الغاز. يعني مازال المنتوجات النفطيه كاينه داخل المؤسسه، ولكن الاجراء ديال سمير كيمأكد بانه الحل بالنسبه لهم هو العوده ديال الانتاج بشكل طبيعي والتشغيل الكامل للوحدات ديال الانتاجيه. وهذا الوضع هذا يعني غير مريح، وبدا القلق كيتعاظم في وسط الاجراء، وحنا في النقابه ما غاديش نكون مكتوفين لهذه الوضعيه هذه، لان الوضعيه الطبيعيه يجب ان نؤدي عملا مقابل اجر كما قلت وكنأكد دائما. يعني الامور كلها في نصابها، يعني هذا المليار غير هذا راه رئيس مجلس الاداره وتدبيريا اللي مسؤول يجلس مع النقابه ولا هو المدير العام ديال الشركه ديال بسامير. بمعنى الملياردير ما عندوش علاقه يعني ديال المخاطبه المباشره مع النقابه، فالمخاطب اللي خصو يكون طبيعيا هو المدير العام. اللهم الا انه الا كان شي تغيير في الاداره العامه ديال الشركه ولا هادشي راه حنا ما كبرناش، يعني تنسالوا الايام القليله القادمه يمكن نجاوب الى كل المطروح. المدير العام لحد الساعة يمكن نقول الرأي العام 4 سنين هذه ما عمره جلس مع النقابة، منذ واحد الإضراب خضناه في 2011 واللي كان من ضمن الأسباب ديالو هو التنبيه لهذه الخطورة ديال الوضعية اللي مشينا ليه. المدير العام رفض باش يستقبلنا كنقابة، بل أنه إلا تكرم كاع يفتح الحوار كيفتحوا عبر الممثلين ديالو اللي كانوا كيتلاقاو بنا، وما كانوش كيعطيو حلول ولا أجوبة شافية بالنسبة للمشاكل اللي كانت مطروحة. وفي المشكل الكبير ديالو هو كنا كنطرحوا سؤال هو الى اين تسير شركه سمير.